طيب نروح لقطر، زميلنا العزيز المميز اللي عامل شغل حلو قوي قوي للتلفزيون المصري، مراسلنا محمود شاكر. محمود مشرف ومنور، سعيد جدا بالشغل العظيم اللي انت بتعمله. انا متابعك طول اليوم بالمناسبه يعني، وعارف ان انت كنت واقف النهارده عمال تشجع في مباراه السنغال وهولندا، قعدت ادور عليك في المدرجات بس ما عرفتش اشوفك. تحياتي ليك يا كريم، وتحياتي لكل مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمه القطريه الدوحه كالعاده، بس النهارده بقى من امام فندق التورشة وفندق الشعلة جانب استاد خليفة اللي كان عليه النهارده المباراة بتاع انجلترا والمنتخب الايراني اللي انتهت بمفاجأة كبيرة جدا، وهي طبعا نتيجة كبيرة 6-2 وكروش يعني الشعب المصري بياخد حقه منه. وزي ما بقول لك يا كريم كده بدأت الاجواء تسخن بقى مرة واحدة. عاوز اكلمك عن النهارده، رحت تجربتي، رحت ماتش السنغال وماتش هولندا، مباراة كانت رائعة في كل حاجة من اول ما وصلنا الاستاد لحد ما خرجنا من الاستاد. عاوز احكي لك يا كريم التنظيم كان اكتر من رائع. انت عشان توصل الاستاد قدامك حل من الاتنين، يا الا عن طريق المترو او عن طريق العربيات او عن طريق الباصات، ولكن في استادين فقط وهما استاد السمامه والاستاد بتاع البيت الكبير، الاتنين اللي المترو ما بيروح لهمش، فاحنا رحنا عن طريق العربيات بتركن قدام الاستاد الناحيه الثانيه، اماكن كتيره جدا جدا تسع لكل العربيات، ما كانش في اي مشاكل في موضوع العربيات خلاص ان هي تدخل. بعد كده بنتمشى طلعنا كوبري مشاع عندنا الناحيه الثانيه، وبمجرد وصولنا اكاديم الجماهير السنغاليه كانت عامله مسيره من اول الكوبري لغايه الاستاد. جماهير السنغاليه كان عندها امل كبير جدا، واغاني واهازيج في كل مكان وفي كل حته، كانوا عاملين مجموعات كبيره جدا. الجماهير الهولنديه شفناها بقى جوه الملعب. عاوز اكمل لك بقى كريم، بمجرد دخولنا اجواء الاستاد في كم كبير جدا من البوابات، كل تذكره مكتوب عليها كل حاجه، اكيد انت شفت التجارب دي قبل كده في روسيا. ولكن يا كريم عاوز اقول لك عن المنظمين، كتير جدا يمكن اكتر من الجماهير، في كل بوابه يجي اكتر من 15 او 20 واحد موجود بيحاول يساعدوا الناس كلها. عاوز اقول لك كريم ان معظم الناس اللي موجوده كلهم من اهل البلد، يعني اذا كانوا محترمين او اذا كانوا قطريين، كل اللي موجودين هنا الناس كلهم شباب صغير في السن، كلهم متطوعين علشان خاطر كاس العالم. ومجرد دخلنا بقى جوه الاستاد، عاوز اقول لك حوالين الاستاد في برضه فانزون، يعني كل استاد في كل مباراه في فانزون من بره، في فعاليات وفي اغاني وفي حفلات وفي مسارح بتتعمل لغايه قبل المباراه بالظبط بساعه عشان الجماهير تبدا تدخل لجوه. على طول يا كريم دخلنا، رحنا المدرج، عاوز اقول لك استاد اكتر من رائع، استاد السمامه من الحاجات اللي كانت مميزه جدا يا كريم، عاملين ان هم في اول دايما في كل مدرج اول صف كامل بيبقى ليه الناس سوي اللي هم اول المعاقين، والمقاعد بتاعتهم كبيره وواسعه جدا. عايز اسالك على حاجه محمود. محمود هجي لك تاني على مباراه السنغال وهولندا، بس عاده جماهير الانجليزيه في مباريات كثيرة لازم حالة شغب قبل المباريات، قلق ومشاكل في الشوارع، وتحاول تهديهم وتقول لهم اهدوا يا جماعة دي مباراة كورة، هل الكلام ده بيحصل ولا الأمور ماشية بشكل كويس؟ لا انا استغربنا كلنا طبعا، عارفين اكتر جماهير في الدنيا مشاغبه والهوليجانز وجماهير انجلترا، لا ما كانش في اي قلق خالص، بالعكس انا عاوز اقول لك ان اكتر مباراه كان فيها عصبيه شويه وكانت جماهيريه ومنداليه فعلا كانت مباراه ويلز وامريكا الاخرانيه، انما باقي المباريات ما كانش فيها الشغب او العنف الموجود. الناس هنا مش سامحه لحد ان هو يعمل اي حاجه. على طول اول باول يا كريم الناس كلها حواليك، ما فيش حد بيلحق يعمل اي حاجه، فلا ما كانش في اي مشاكل في جماهير السنغاليه. بقى الناحيه الثانيه، جماهير السنغاليه كانت انطباعاتها ايه بعد المباراه الخساره امام المنتخب الهولندي النهارده؟ سكوت وسكون رهيب بعد المباراه، اتخطفوا في اخر خمس دقائق، كانوا زعلانين جدا. حاولت اتكلم مع كذا حد بيكلمني بيقول لي احنا ما عندناش اللي يخلص، ساديو ماني لو كان موجود في فرص اللي كان في الشوط الاولاني وجاب الشوط الثاني كان بتفرق معاهم بشكل كبير، وكلهم بيقولوا ان السيسي طمع في المباراه لما فتح الجيت في اخر الشوط الثاني، ويعني كانوا بيصبوا غضبهم شويه على سيسي، وكمان كان بيتكلموا على لياب ساديو ماني، ولكن كانوا زعلانين جدا يا كريم. يعني ما حدش جاب سيره مندي؟ لا طبعا، يعني هما بيكلموني بيقولوا لي مندي اصلا يعني من الاول عنده مشكله، بيقولوا لي حتى قالوا لي واحد قال لي اخر مباراتين مندي لعبهم كويس كان مباراتين منتخب مصر، فانا عاوز اقول له يعني هو حظ كبير علينا احنا فعلا، هو اخر مباراتين فعلا مندي لعبهم كويس. انت عارف يا محمود وانا بتفرج على المباراه النهارده عمال اقول يا عم طب انت كنت معانا باربع ايدين ليه؟ في اربع ايدين مطلعهم انت يعني جاي علينا احنا كريم
مندي اتصاب في مباراه مصر والسنغال على فكره في القاهره قبل المباراه ما تبتدي، وقعد حوالي 5 دقائق او 10 دقائق يتعالج، واللي بعد كده لعب المباراه ما كانش فيه عنده اي مشكله. وزي ما انا كنت معاك برضه كريم من اسبوعين بكلمك بقول لك ان مندي عنده مشكله فقط في مركز حراسته من كيبا لكيبا في تشيلسي، وواضح جدا مدى تاثر مندي، مستواه كان سيء جدا جدا. طيب لكن بقى عاوز نخش على حاجه ثانيه. اتفضل اتفضل. عاوز اكلمك على الجماهير السعوديه. انا كنت هسالك ان اكتر جماهير كنت بقولك لسه اكتر جماهير موجوده هي الجماهير المكسيكيه وجماهير امريكا اللاتينيه. عاوز اقول لك البلد كلها بقت الاخضر السعودي في كل مكان، السعوديين كانوا موجودين لدرجه ان النهارده كان في اكتر يعني 5-6 آلاف سعودي في الملعب كريم، لابسين اخضر، كانوا متنطورين في الملعب كله جماهير السعوديه. طبعا انت عارف ان قطر حدودها مع حدود السعوديه فالموضوع سهل وبسيط ان هم يقدروا يجوا. هم النهارده يا محمود ظهروا النهارده اكتر من الايام اللي فاتت عشان هو سهل، هو يعرف يجي في نفس اليوم او قبلها بيوم قبل المباراه بالزبط. بيوم بالامور سهله بالنسبه له. وحاجه تانية بقى كريم، عملوا فان زون لوحديهم في الكورنيش، في اول حته كده في الكورنيش عملوا فان زون يسع لحوالي 5000 واحد بيتمرنوا. النهارده ابتدوا ان هم بيتمرنوا عليه، جايبين اكبر كبوات موجوده عندهم في السعوديه للمنتخب، كانوا موجودين النهارده. فان زون اسمه الجدام، يعني هو زي قدام بس انت عارف طبعا اللغه الخليجيه الجدام، فده كان النهارده موجود. وفي اهتمام كبير جدا جدا جدا، مسؤولين كتير جدا سعوديين، بقول لك السعوديين موجودين في كل حته وكده. طيب محمود، كبير جدا محمود جداً. عايزك بقى في الكلام اللي انت اتكلمته مع الجماهير السعوديه، بيفكروا في مباراه الارجنتين ازاي؟ يعني هم توقعاتهم ليها ازاي؟ حاسينها ازاي؟ هي مواجهه في منتهى الصعوبه طبعا، بس مين قال لك انه عنده امل؟ بيفكروا فيها ازاي؟ عارفين ان هم ممكن لا قدر الله يخسروا فيبقى التعويض في المباراتين القادمتين، حاسبينها ازاي؟ هو كل ما اتكلم مع حد يقول لي احنا بكره هنخسر يا 1-0 هنتعادل، يعني انا مش عارف جايبين الثقه دي منين بصراحه، ولكن هم عندهم امل كبير حلو. جدا. لا هم محمود خد بالك هم جايبين الثقه دي عشان فعليا وحرفيا المنتخب السعودي في افضل احواله على الاطلاق. طبعا المنتخب الارجنتيني مش طبيعي. وإيرفي رينار مدرب قوي جدا جدا وذو باع كبير جدا في الكوره يعني، وعمل انجازات كبيره جدا مع في الكوره الافريقيه ومع السعوديه برضه، عمل نتائج هايله. فمباراه هتبقى صعبه جدا يا كريم. انا بقى عاوز انقل لك على الجماهير الارجنتينيه. النهارده الصبح من الساعه تقريبا 12 تقريبا في طياره جت من الارجنتين او طيارتين ثلاثه جم من الارجنتين، وصلوا الساعه 10 الناس ما راحتش بقى الاوتيلات، السوق واقف محتل من الجماهير الارجنتينيه. اكتر من 10,000 واحد قفلوا سوق واقف، كان في لقطات كتيره جدا موجوده على السوشيال ميديا، ما فيش مكان ولا في اي خرم ابره لحد يبقى موجود داخل سوق واقف، سوق واقف كله كان محتل من الجماهير الارجنتينيه. هم دول اكتر جماهير يا كريم من ساعه وصولي هنا البلد عندهم ثقه كبيره جدا جدا. وطبعا يا محمود الهتافات ضد البرازيل قائمه ودائمه. انا عاوز اقول لك لو رحت اتكلم مع حد فهي بس اجيب سيره البرازيل بيتضايقوا مني جدا جدا، هم عدوهم اللدود لا هم على فكره الارجنتينيين الجماهير الارجنتينيه هم بس يشجعوا الارجنتين، وفي اخر الاغنيه بتاعه التشجيع بتاع الارجنتين لازم يبقى فيها هجوم على المنتخب البرازيلي. بالظبط كده. وعلى فكره يعني حتى ابرز نجوم يعني انا عمري ما انسى ميسي مثلا في كاس العالم 2014 برضه كان بيعمل حاجات كده على على الانستجرام، بينزل صوره رجله قدام المنتخب البرازيلي وساعه المشيد الوطني بتاع، فهم على طول كده يعني ناير ونير هم الاثنين. طيب. يعني يعتبروا كلاسيكو بتاع برضه مباراه مهمه جدا لمنتخب عربي كبير هو المنتخب التونسي غدا امام المنتخب الدنماركي، الاجواء عامله ازاي بالنسبه للجماهير التونسيه؟ جماهير التونسيه طبعا هنا يعني من اكتر الجاليات اللي بعد الجاليه المصريه المغتربين هنا من الجاليات العربيه هي الجاليه التونسيه، وفي ناس كتيره جدا من تونس جت. وغير واخد بقى من الكلام ده مدرب النهارده تونس في المؤتمر الصحفي قال كلام جميل جدا جدا يا كريم، وذكر فيه اسم الشعب المصري والجماهير المصريه، بيقول انا عارف ان الجماهير العربيه هتدعمنا بقوه، ولكن انا عارف ان الجماهير المصريه بصفه خاصه هي اللي هتدعمنا طبعا جدا وهم هيشجعونا. طبعا التصريح ده يعني لخص استحسان كبير جدا من المصريين هنا، غير طبعا انت عارف احنا يعني دايما الواحد بيحن للاهلي والزمالك، ففي مصريين كتير جدا. لا احنا كده كده نحب تونس ونشجع تونس ونقف جنب تونس ونساند تونس طبعا. في لاعبين موجودين في الدوري المصري او لا، احنا ورا تونس طبعا زي ما احنا ورا السعوديه والمغرب وقطر وكل المنتخبات العربيه ان شاء الله. اكيد اكيد يا كريم. مباراه بكره اول بقى
ترابك، او اليوم هيبقى فيه اربع مباريات ابتداء من بكره ان شاء الله، هيبقى مجموعتين في كل يوم ابتداء من بكره لحد دور ال 16، اربع مباريات في اليوم. وزي ما قلت لك الفان زونز هتبدا تفتح من الساعه 11 صباحا لحد الساعه 1 بالليل. طبعا احنا دلوقتي الساعه 2 عندنا، فالدنيا خلاص كلها نامت، انا يعني واقف لوحدي تقريبا في الشارع. فزي ما بقول لك الماتشات واقفين مع بعض اهو مسلمين بعض يا محمود. لا لا مش هقوم سليك، ما تقلقش، لو حد جه في دارك هتلاقيه جاي يلحقك يعني، ما تقلقش. وبعدين انا سمعت أكيد ان انت عزمت يوسف الحسيني على الاكل وما ذكرتنيش معاك. والله كريم هو لقيته بيجيب سيره الاكل وبيقول لي، قلت له انت عرفت مين اكل هنا؟ فعلا كريم جميل جدا يعني، ما انا عارف ان هو اكل هنا، بس انا برضو انت بتغير الكلام ليه؟ انت ما جبتش سيرتي، انت قلت له اه تمام هعزمك وبتاع بس ما جبتش سيرتي. لا لا قال لي انا وكريم، قلت له ازاي بقى؟ اكيد طبعا. قلت له ما اقدرش كريم ما يكونش معانا يعني. حبيبي يا حود يعني، حود انت مكسر الدنيا وما شاء الله عليك، كل المعلومات عظيمه جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي نورت الدنيا. محمود شاكر مراسلنا، مراسل التلفزيون المصري من قطر، كاس العالم 2022.